ولا زلنا في الاحتفالات بيوم التأسيس، حيث يحيي المواطنون السعوديون بفعاليات واحتفاليات غير مسبوقة يستعيدون فيها بطولات الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى. تحتفل المملكة العربية السعودية بالذكرى الأولى لتأسيس المملكة، والتي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بأن يكون 22 من فبراير من كل عام يوما لتأسيس الدولة السعودية وإجازة رسمية للطلبة والمؤسسات الحكومية والأهلية. هذه المناسبة أول مناسبة للمملكة العربية السعودية تحتفل فيها بيوم التأسيس، وهو نواة، وهي النواة اللي بذرت منها هذه الدولة الكبيرة. الآن نحن في المملكة العربية السعودية نحتفل بمرور 3 قرون على تأسيس الدولة، وهذه مناسبة وطنية مهمة جدا على يد الإمام محمد بن سعود والمؤسس للدولة السعودية الأولى، وهي امتداد للدولة السعودية الثالثة اللي نحن موجودين فيها الآن بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الله يحفظهم ويطول في أعمارهم. فهذه المناسبة الوطنية مهمة جدا، تنعكس انعكاس كامل على الثقافة والتاريخ الموجود في هذا البلد المعطاء، وبالمقابل نحن كمواطنين سعيدين جدا وفرحين بتكاتفنا مع أولاد أمرنا وقيادتنا في هذا المناسبة المهمة الكبيرة جدا. ويأتي احتفال المملكة بهذه المناسبة بناء على ما توصل له المؤرخون وفقا لمعطيات تاريخية حدثت خلال تلك الفترة، وشهدت تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية. صدور الأمر الملكي من قبل الملك سلمان حفظه الله بأن يكون يوم 22 فبراير ذكرى لتاريخ تأسيس الدولة، إنما هو وفاء لمن ساهم في بناء وخدمة هذا الوطن من أئمة وملوك ومواطنين. صراحة أنا ما أدري وش أقول، لكن اليوم هذا مميز للسعوديين كلهم، يعني يوم تأسيس دولة عظيمة مثل المملكة العربية السعودية، فتعجز الألسنة أنها توصف هذا اليوم. وتتضمن احتفالات المملكة بيوم التأسيس إقامة عروض فنية وغنائية، إضافة إلى فعاليات التسوق المختلفة. يأتي احتفال المملكة بيوم التأسيس تخليدا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، ليكون يوما تحتفل فيه المملكة كل عام. إسماعيل نوفل، تلفزيون دولة الكويت، الرياض.